في إطار سعيها إلى التصدي لانتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت إدارة الأوقاف الصينية بالتنسيق مع شركة البحرين للخدمات والصيانة بسمة لإطلاق حملة تعقيم واسعة لمختلف جوامع ومساجد المملكة، حيث عملت الشركة وبالمجان بتنظيف وتطهير ما يزيد على 167 جامعا في المرحلة الأولى من المهمة، على أن تستكمل تعقيم أكثر من 250 مسجدا خلال المرحلة الثانية منها. رغم ما تسبب به فيروس كورونا المستجد وما جلب معه من ظواهر سلبية، لم يكن حدوثها ورؤية صورها في مخيلة أي منا، إلا أن الإبقاء على الجوهر والمضمون جزئية هامة لا يمكن الإغفال عنها، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بكيان بيوت الله وعظم المكانة التي تحتلها في قلب كل مؤمن. ومع استمرار اقتصار عمل المساجد وفتح أبوابها على رفع الأذان فيها فقط منعا للتجمعات وتفعيلا لمبدأ التباعد الاجتماعي للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد-19، سارعت إدارة الأوقاف السنية وبالتنسيق مع شركة البحرين للخدمات والصيانة بسمة إلى إطلاق حملة تنقية وحصر وتعقيم لكل الجوامع والمساجد الموزعة في المملكة مجانا، والتي شملت على عمليات تطهير الأماكن الخارجية ودورات المياه والميضأة وجمع النفايات المتفرقة داخل وخارج أماكن العبادة. طبعا هذه راح يهيئ المساجد في حال إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى حال فتحها تكون المساجد مهيئة من الناحية الصحية وتكون نظيفة ومعقمة. التنسيق اللي بيننا وبين إدارة الوقف السنية إن نحن علاقة أهليا، ونحب إن نشارك في مساعدات لهم وتبرعات لهم بطريقة إن تنظيف المساجد وتقميم المساجد. آلية عمل متكاملة شملت تحديد مرحلتين لإنجاز المهمة بطريقة مدروسة، فخلال المرحلة الأولى عمد العاملون في شركة البحرين للخدمات والصيانة بسمة إلى تنظيف وتعقيم 167 جامعا لتبدأ أولى خطواتها نحو إنجاز المرحلة الثانية والمتمثلة بتنظيف 265 مسجدا بالشكل الذي ينسجم مع أوامر وتعليمات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. تقريبا من 10 أيام بدينا الحملة، حملة التعقيم، وانتهينا ولله الحمد من تعقيم 167 جامع. الآن التعقيم صار التركيز على يعني الأماكن الخارجية، الميضاءات، دورات المياه، الفناء الخارجي، الأسطح الخارجية، وبعض الجوامع والمساجد التعقيم من الداخل. احنا نتبع جميع الاستراتات والتوصيات الدفاع المدني، وبالإضافة إلى استراتات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قسم السلامة المهنية. جميع موظفينا مدربين ومؤهلين للقيام بهذه المهمة في مختلف الأماكن والنشاطات. فمثل ما تشوف احنا عندنا التعقيم هنا في المسجد، فتشوف جميع الموظفين متبعين اجراءات السلامه. ودائما ما تسعى اداره الاوقاف السنيه الى القيام بدورها المجتمعي المتمثل بالاهتمام بدور العباده ونشر تعاليم الدين الاسلامي المعتدل عبر مراكزها الدينيه المختلفه. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.